أهلا بكم، حلقة جديدة من يا هلا، والعناوين هي البداية. أمير الشرقية يرعى المنتدى التجاري 2024 مستقبل الأعمال. مستشار شرعي يشرح تقدير النفقة بعد الطلاق. كاتب يعدد مزايا تغيير الإجازة إلى السبت والأحد. حياكم الله. يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية في 19 من شهر فبراير المقبل المنتدى التجاري 2024 مستقبل الأعمال، الذي تنظمه غرفة الشرقية بمشاركة نخبة من المسؤولين والمختصين، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بالدمام. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع عن ضبط أكثر من 19,000 مخالف. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 عاماً وغرامة مالية تصل إلى 1,000,000 ريال ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية المصرية ومواطنين بالمنطقة الشرقية لترويجهم 20,000 قرص من مادة الإنفيتامين المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة. أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود بقطاع العارضة في منطقة جازان تهريب 380 كيلوغراما من نبات الجات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. من جانب آخر، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنا مخالفا لنظام البيئة لارتكابه مخالفتي قطع المسيجات ودخوله مناطق محظورة لغرض البحث عن نبات الكمى الفقع في محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، وتصل غرامة عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات لدخول أو عبور المناطق المحمية إلى 10,000، وعقوبة العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي إلى 5,000، مع إزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات. بعد الفاصل لنعوده. حياكم الله. يتفاوت تقدير النفقة بعد الطلاق من امرأة لأخرى، وهو دائما موضوع ومحل جدال ونقاش. نناقش اليوم النفقة وتقديرها بعد أن نتابع هذه البطاقة التعريفية. النفقة في نظام الأحوال الشخصية بحسب المادة 45 النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة. وبحسب المادة 46 يراعى في تقدير النفقة حال المنفق عليه وسعة المنفق. وبحسب المادة 49 تستحق النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها، وتعد دينا يقدم على سائر الديون بخلاف النفقة الماضية. وبحسب المادة 55 يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج من دون عذر مشروع. وبحسب المادة 58 تجب على الأب منفردا نفقة الولد الذي لا مال له إذا كان الأب مؤسرا أو قادرا على التكسب دون إخلال بالفقرة الأولى من هذه المادة. تجب النفقة للابن إلى أن يصل إلى الحد الذي يقدر فيه أمثاله على التكسب، وللبنت إلى أن تتزوج. أهلا
أهلا بكم من جديد. هذا كان جانب من نظام بعض المواد في نظام الأحوال الشخصية. أناقش هذا الموضوع مع ضيفي وضيفكم في الاستديو الدكتور تركي الطيال المستشار الشرعي والقانوني. حياك الله معنا دكتور تركي. شكرا لقبول الدعوة وحضورك معنا. أهلا وسهلا. يا مرحبا فيك. خليني أسأل بالبداية لأنه هذا المفهوم صراحة صار فيه يعني أخذ رد كثير خلال الفترة الماضية. هو مفهوم النفقة بشكلها العام، ما هو مفهوم النفقة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أرحب فيك وبأسرة البرنامج والمشاهدين الكرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا في هذه البلد المباركة الأمن والإيمان والسلام والإسلام. ما يخص النفقة بالمفهوم العام هو مبلغ يدفع من الشخص الذي يجب عليه الإنفاق إلى الشخص المستوجب للإنفاق. هذا بشكل عام، وقس عليها وأدخل فيها من الصور ما شئت، من نفقة الأب لابنه، نفقة الابن لأبيه، نفقة الزوج لزوجته، نفقة الأخ لأخيه، وغيرها من الصور. خلنا نأخذها حال حالة. بس الحالة الأولى هي نفقة الزوج على زوجته وأبنائه. نعم. والثانية اللي هي الابن لوالده. نعم. والوالد لابنه أيضا، عشان حتى نسهلها أكثر، اللي هم العصبة. العصبة بالنفس. أي وش يقصد بالله العصبة بالنفس؟ هذا معروف في علم الفرائض، العصبة بالنفس لأولاد العم ابن عم، لأنهم هؤلاء أهل ميراث. وبما أنهم أهل ميراث فهم أهل نفقة أيضا كما يقول الفقهاء. وينفقون على من؟ ينفقون على من يجب عليهم النفقة ممن يرثونه وهو في حالة ضعيفة وليست جيدة، مثل العم مثلا. مثلا العم الذي لا يجد مأكل ولا مشرب أو ملبس أو مسكن، فإن ابن أخيه يجب عليه أن ينفق عليه بشروط: أن يكون العم فقيرا، أن يكون ابن أخيه حالته موسرة، أن يكون أقرب شخص إليه هو ابن أخيه ويستطيع أن ينفق عليه، إلى غير ذلك. ويسقط ذلك بوجود الأبناء؟ إذا وجد أبناء موسرين نعم، هم أكثر وجوبا عليهم أن ينفقوا على أبيهم من ابن الأخ. نعم. حسب ترتيب العصبة بالنفس. جي بروح معك للموضوعنا اليوم دكتور تركي، هو النفقة بعد الزواج. ما هو التفصيل فيها؟ متى تحق ومتى لا تحق؟ أولا، ما هو السبب الموجب للنفقة؟ هو عقد النكاح. دائما في الشريعة الإسلامية وبناء عليها تبعاتها الأنظمة السعودية، لا يكون هناك أي التزام على الشخص إلا وفق موجب شرعي ومستند شرعي. فعندما نقول للوارث أنه يرث، فذلك بموجب القرابة، سواء بنوة، أبوة، أخوة، إلى غير ذلك. وعندما نأتي إلى النفقة، فإننا نتكلم عنها أن لها موجب وهو عقد الزواج. فقبل عقد الزواج لا توجد نفقة، وبوجود عقد الزواج أصبحت هناك نفقة. فالموجب للنفقة هو عقد الزواج. نشأ عقد الزواج صحيحا بين الطرفين، بدأت إيجاب النفقة على هذا الزوج وفق القاعدة والضابط الشرعي: لينفق ذو ساعة من ساعته. من ساعته. نعم. النفقة وش تشمل؟ النفقة تشمل المأكل، المشرب، الملبس، المسكن، هذه الأمور الضرورية. يخطئ الكثير عندما يقول أن النفقة تشمل ما يزيد عن الحاجة في المأكل. النفقة تشمل ما يزيد عن الحاجة في المشرب، تشمل ما يزيد عن الحاجة في المسكن. لا، النفقة لذلك في هنا نقطة مهمة. أحيانا تجد الأب عنده 4 أبناء، أحدهم يعطيه مبلغا شهريا والثلاثة لا يعطيهم أي شيء. طيب، لو كان هذا المبلغ الذي تعطيه أحد أبنائك على سبيل الهبة لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشهدني على جورك، وورد في رواية أخرى: أشهد على هذا غيري. لكن إن كانت على سبيل النفقة فهي جائزة بالواجبة شرعا. أنه يدفع لابنه هذه النفقة ولا يجب عليه أن يدفع لغيره من الأبناء. فمهم جدا أن نفهم
يعني المقصد الشرعي من النفقة. المقصد الشرعي من النفقة وتبعتها المقاصد القانونية والنظامية السعودية أن النفقة هي لسد الحاجة وليس للتحسينات وللتزين وللتكثر وللزيادة في أمور الحياة، لا، هي النفقة لسد حاجة. حاجة ماذا؟ حاجة مأكل مشرب ملبس مسكن. بس وش الزيادة اللي في المأكل والمشرب اللي تقول عليها؟ كيف يعني؟ يعني من الأمثلة المعاصرة المطاعم. إيه؟ الآن أنت تدفع نفقة لإحضار المأكولات إلى المنزل وتطبخ في المنزل. إيه، الاحتياجات الأساسية للطعام. التكلفة لنأخذ على سبيل المثال التكلفة الشهرية عليك في المأكل 1000 ريال مثلا. مثلا لو وضعت معها المطاعم أصبحت 2000، إذن 1000 الزائدة هذه لا تجب عليك، لأنها هذه ليست ضرورية وليست حاجية، وبالتالي ما يجب عليك هو ما يسد الحاجة والفاقة. طبعا عندنا كما يقسم فقهاء الشريعة الإسلامية ومنهم صاحب الموافقات الشاطبي وغيره، يقولون أن الشريعة الإسلامية أتت على 3 أمور: ضروريات، حاجيات، تحسينيات. التحسينيات هنا نخرجها من النفقة، فأي شيء تحسيني تكميلي إضافي نخرجه من النفقة. هذا قطعا؟ قطعا. هذا يخرج من النفقة أبدا. الزوج أو الأب يبغى يدفعها زيادة لأولاده، كثر الله خير، جزاه الله خير، وإن شاء الله أنه يؤجر عليه، وصدقة تدفع لأهله، وهذا يؤجر عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس واجب. فلو ذهب إلى القضاء ليطالب بالزيادة لن يحكم له القضاء. وهذا ينطبق على الزوجة والأبناء. نعم. للزوجة والأبناء للمتزوج. نعم. للمتزوج. لكن بعد الطلاق وش الحكم فيها هذه؟ طيب أنا عندي نوعين من الطلاق: طلاق رجعي، طلاق بائن. الطلاق الرجعي المرأة لها عدة، في أثناء العدة يجب عليه أن ينفق عليها. وعلى الاحتياجات الأساسية تحدثنا عنها قبل شوي. نعم. الثلاثة قروء كما معروف في الآية الكريمة في وقت العدة. بعد انتهاء العدة ولم يراجعها انقطعت نفقتها. الأولاد لا تنقطع النفقة قبل الطلاق وبعد الطلاق، لا يتأثرون. نقول الأولاد سواء أبناء أو بنات. الطلاق البائن، منذ أن يصدر الطلاق البائن فإن النفقة تتوقف. طيب، وفيها تفاصيل كثير أستاذ جمال، أنا ما ودي أن ندخل فيها كثير، لكن أجي على رؤوس الأقلام فيها. تفضل. لأن الطلاق البائن الآن إذا صدر فالنفقة انقطعت عنها، ولكن لو كانت مرضعة فإنه يجب لها نفقة المرضعة وليس نفقة أنها زوجة. وما هي نفقة المرضعة؟ هذه تكلم عنها الفقهاء وأيضا لها أصل شرعي في القرآن الكريم، أنها مقابل الإرضاع فإنها تستحق نفقة اللي يسمونها نفقة المرضعة، وتقدر لها مثل ما تقدر النفقة اللي تكلمنا عنها، المأكل والمشرب وغيره. هذه تترك فضيلة ناظر القضية هو اللي يحكم فيها. صحيح. تقديرا. ومهم هنا أن نفهم أن ناظر القضية لا يقدر النفقة، بل يحيلها إلى قسم مختص لتقدير النفقة ثم يعرض عليها. في غالب الأحكام القضائية القاضي يقر ما صدر من تقدير من النفقة وفقا لما صدر من نظام الإثبات والأدلة الإجرائية، نظام الإثبات، من أن تقرير الخبرة هو مأخوذ به عند القضاء، إلا أن يرى القاضي ما يوجب العدول عن تقرير الخبرة لأسباب يذكرها في حكمه. فتقرير الخبرة من وسائل الإثبات وأدلة الإثبات، فيأخذ به القاضي في الغالب. جيد، هذا للطلقة البائنة. نعم. والطلاق الرجعي أثناء العدة تجب لها النفقة، بعد انتهاء العدة لا تجب لها النفقة. بس بتوقف عند نقطة مهمة جدا هنا دكتور. قلت إنه النفقة تشمل الاحتياجات الأساسية: المأكل والمسكن والمشرب والملبس. والملبس كذلك. والملبس كذلك. نعم. طيب مصاريف الأولاد حقت المدرسة؟ مأكل ومشرب. أي هذه وكيف تقدر هذه؟ لكن هذه تقدر من ضمن المأكل والمشرب. لكن أنا كأني أفهم منك أستاذ جمال تقول الرسوم الدراسية مثلا الرسوم الدراسية. السؤال: هل إحنا في هذا البلد المبارك
لا يجد الشخص مكانا لتدريس أولاده إلا برسوم، بل يجد يجد، إذن لا تكون واجبة. وإن كان الجواب بأنه لا يوجد مدرسة إلا برسوم فتكون ضمن النفقة وتضاف إلى النفقة الواجبة ويلزم فيها، ويلزم فيها في حال أنه لا يجد إلا مكانا فيه رسوم، يعني لا يوجد مجانا. لكن ما دام أنه يوجد مجانا فلا تعتبر النفقة واجبة عليه. والمصاريف الدراسية كما تكلمنا عنها من مصروف الدراسة اليومي، هذا يدخل في المأكل والمشرب ويذهب إلى القاضي لتقديره في التقدير الشامل. عفوا، المعمول في قضاءنا الآن عندما تطالب أم الأولاد أو الزوجة بالنفقة فإنه يتم تقدير النفقة بالشمول، مأكل، مشرب، ملبس، فيأتي عليه على الشمول. إحنا اليوم نتكلم عن النفقة بعد الطلاق، والآن نتكلم عن الأبناء اليوم أنه لهم نفقة، ولنفترض أن الزوج انتهى السكن الآن، هل أنا ملزم بتوفير سكن إيجار، سكن ملك؟ وش نوع السكن اللي أوفره لهم لامرأة مطلقة؟ طيب، أولا المرأة المطلقة لا يجب لها سكن ولا يجب لها نفقة، هذا رقم واحد. الأبناء، نجي للأولاد حتى نشمل الأبناء والبنات عشان ما يقولون ليش البنات ما الأولاد يشمل الأولاد يشمل الجنسين، نعم، لكن الأبناء يشمل فقط الذكور. على كل حال، الأولاد اللي يشمل البنات والأبناء، هؤلاء يجب لهم السكن، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل السكن الذي يجب لهم يكون ملك أو إيجار؟ لا يوجد ما يوجب أن يكون له شكل معين نظامي سواء كان ملك أو إيجار، لا يوجد إيجاب في هذا الأمر، يعني وجوب من الشرع أو النظام. المسألة الثالثة، المعيار الذي نبني عليه هذا السكن الذي يجب أن يوفره لأولاده هو يساره وإعساره وغناه وفقره والتزاماته ومستواه المعيشي. ينظر لحالة الأب إذا؟ نعم، ينظر المادية. نعم، ينظر إلى حالة الأب المادية في توفير السكن المناسب للأولاد. إذا شرعا دكتور، الأب اليوم ملزم بالأكل والمسكن والمشرب، وأي حديث آخر أنه الأب يكون مقصر في حال لم يعطي أبنائه مال، هذا غير صحيح من جانب شرعي. أنا أتكلم، هو الأب ملزم بدفع هذه الالتزامات، لا يوجد ما يمنع أو يبرر للأب عدم دفع هذه النفقة، لا يوجد. لكنها ما تكون أبدا بشكل مادة، هي غالبها أنها يكون بشكل مبلغ مالي. طيب لو جاب لهم هو تكفل لأبناء هذه المطلقة، أنه كل شهر يروح ياخذهم ويشتري لهم ملبس، إيه ما في مشكله، ويروح مثلا كل شهر ويتقضى لهم مقاضي البيت، لا بس خلافا انه يعطيهم الماده، نتكلم ما يعطيهم فلوس، إيه عادي، ما في ما يعطيهم كاش، إيه ما في مشكله، ما في مشكله، لا لا. والقضيه انه لا لازم يعطيهم كاش، هذا غير صحيح. عشان نكون دقيقين، عشان نكون دقيقين، شرعا لا يجب عليه ان يعطيهم مبلغ مالي، قضاء القضاة يحكمون بمبالغ ماليه. طيب، إذا كان شرعا لا يجب عليه أن يدفع مبلغ مالي، فلماذا القضاء يوجب ويحكم بمبلغ مالي؟ لأن القضاء سيلزم بالنفقة، فإذا ألزم وفق نظام مرافعة الشرعي ولائحة التنفيذ، إذا ألزم يجب أن يلزم بأمر واضح، لا يكون أمر مبهم. فإذا قلنا للقاضي أحكم بإلزامه بالنفقة ولكن لا تحكم بمال، بماذا يحكم إذن؟ لا يوجد شكل مناسب أنه يحكم به ليكون واضحا ويتم تنفيذه من محكمة التنفيذ إلا إذا كان مبلغا ماليا. فلذلك القضاة يحكمون، وغالب السوابق القضائية والأحكام القضائية تتفاوت ما بين 300 ريال إلى 2000 ريال للابن الواحد. في مدة زمنية ترفع فيه المطلقة مطالبتها بالنفقة؟ لا تزيد عن السنة. وإذا زادت وما رفعت؟
وش الحالة؟ طبعا نظام الأحوال الشخصية وضع ضوابط ونحيل إلى نظام الأحوال الشخصية في تفاصيل الزيادة على المدة وأحوال المدد، لأن كل مدة ولها أحوالها، ولكن التأخر في رفع النفقة يفسر على أنه تنازل منها أو أنها قبضت ورضيت بما قبضته من النفقة، وبالتالي لا يرجعون إلى أكثر من السنة فيما تطالب فيه المرأة. يعني ما يسقط الحق، لا ينظر، لا ينظر تماما، لكنه يبقى في ذمة الزوج. يبقى في ذمته، إن لم يكن قد أنفق فيبقى في ذمته. في دكتور صندوق النفقة كان له دور كبير جدا منذ تأسيسه، بتكلم عنه أكثر، وش دوره تحديدا مثل هالقضايا؟ طبعا صندوق النفقة التنظيم اللي صدر عام 1438 تقريبا، يعني الفكرة من الصندوق أنه ينظم مسائل النفقة من حيث ضبط المستحقين، ضبط المصارف، ضبط الصرف للمستحقين، مساعدة المستحقين مؤقتا بالنفقات إن كانوا أهل حاجة، وإذا صرف لهم فإنهم يستعيدون ما أنفقوه مؤقتا. فالفكرة منه تنظيم مسائل النفقة، سد الاحتياج، متابعة الاحتياج، متابعة من يجب عليهم أن يدفعوا هذه النفقة، وغير ذلك من المسائل أيضا الإحصائية والتنظيمية، ومتابعة ما يستجد من أمور النفقة سواء في قلة النفقة أو زيادتها والأمور التي تعتريها. في حال غياب الزوج لامرأة مطلقة، هل يحق لها أن تتقدم مطالبة بصندوق النفقة على أقل تقدير لتغطية نفقات أبنائها إلى حين العثور عليه ولا لا؟ نعم، هو تستطيع ذلك، ولكن الإجراء الثاني هو أن تتقدم بدعوة إلى المحكمة بالنفقة. هذا بداية. فتتقدم بدعوة إلى المحكمة، وبموجب الحكم القضائي الذي يصبح سندا قطعيا لها تتقدم به إلى صندوق النفقة إن كانت قد استوفت الإجراءات النظامية من محكمة التنفيذ ولم يصرف لها شيء ولم يعثر عليه، فهنا صندوق النفقة يتدخل في مثل هذه المسألة. وش عقوبة الأب أو الزوج اللي يتخلف عن النفقة؟ طبعا عندنا الشخص الذي يجب عليه النفقة إذا صدر حكم قضائي قطعي بأنه يجب عليه أن يدفع النفقة، وذهب حامل الصك إلى محكمة التنفيذ وقدمه وامتنع كذلك أمام محكمة التنفيذ عن دفع النفقة، فهناك مجموعة من العقوبات التي يتأثر بها. عندنا عقوبة الغرامة تقريبا قد تصل إلى 10,000، السجن أيضا بالسنوات، يعني بما لا يزيد عن 7 سنوات، لأنه امتنع عن التنفيذ، وهذه لها إجراءات جنائية عن طريق النيابة العامة وكذلك المحكمة الجزائية، فهذه من ضمن العقوبات التي تقع على الشخص الذي يجب عليه النفقة ويمتنع عن ذلك. في حال طبقت هذه العقوبة وسجن ولي الأمر هذا والزوج أو الأب إن كان، أثناء السجن أبناءه النفقة حقتهم تدفع من صندوق النفقة ولا يصدر حكم وش الآلية بالتعامل معه؟ طبعا إذا ما عنده شيء ولا استطاع أن يجد شيء عنده فصندوق النفقة هذا دوره أثناء السجن نعم، فهو من يتكفل بال هو من يتكفل، وهو أيضا من يوجد الحلول لهؤلاء الأسرة فيما يتعلق بالنفقة، لأن الصندوق هذا هو يمثل الدولة. فلو لاحظت نظام الأحوال الشخصية حالها إلى الدولة، ثم بعد صدور نظام الأحوال الشخصية أنشئ الصندوق، فالصندوق هو من يقوم بدور الدولة في إيجاد الحلول وكذلك في الصرف. أشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا لك الدكتور تركي الطيار المستشار الشرعي والقانوني، شكرا لكل هذه المعلومات والإيضاحات القيمة حول الأنظمة والقوانين المتعلقة بالنفقة بعد الطلاق. بعد الفاصل لنعود. حياكم الله من جديد.
في وقت باتت فيه التجارة الإلكترونية جزءا أصيلا من التحول الرقمي ومتطلبات العصر، لكن في ذات الوقت أصبحت هي المصباح السحري للثراء كما يرى البعض. سؤال نجيب عليه بعد أن نشاهد هذا التقرير الذي أعده الزميل فيصل الملحم. تسعى رؤية المملكة 2030 إلى تحقيق التحول الرقمي في القطاعات الواعدة بالمملكة، ومن بين هذه القطاعات التجارة الإلكترونية. وفي عام 2019 ميلادي وافقت المملكة العربية السعودية على نظام التجارة الإلكترونية بهدف تنظيم المعاملات التجارية كافة التي تتم من خلال شبكة الإنترنت. وبحسب ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط في أكتوبر الماضي، أن المملكة تحتل المرتبة 27 عالميا في التجارة الإلكترونية، وتوجد فيها أكثر من 28.4 مليون مستخدم، وسط توقعات بأن تصل إلى 34.5 مليون مستخدم بحلول عام 2025. وأضافت الصحيفة أنه وفقاً لتقرير مجلس التجارة الإلكترونية للربع الرابع من عام 2022، تعد السعودية من الدول العشر الأكثر نمواً في مجال التجارة الإلكترونية بنسبة وصلت إلى 65% في عام 2022. اليوم تشهد التجارة الإلكترونية في السعودية تطوراً ملحوظاً وقفزات سريعة في السنوات الأخيرة، لتصبح واحدة من أسرع الأسواق نمواً في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط. شكرا للزميل فيصل على هذا التقرير. أناقش هذا الموضوع مع ضيفي وضيفكم الأستاذ مرزوق البريك المختص في التجارة الإلكترونية. حياك الله أستاذ مرزوق، شكرا لكم الدعوة حضوركم على اليوم. يا أهلا وسهلا جمال، وأنا سعيد هيا بالتواجد معكم. الله يحييك، يا أهلا وسهلا. في دائما انطباع أنه التجارة الإلكترونية هي بوابة للثراء السريع، وأنا أعرف أنك أنت تعمل في التجارة الإلكترونية، فهل صحيح أنه اليوم التجارة الإلكترونية هي فعلا بوابة للثراء السريع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للتجارة الإلكترونية هي فعلا من الموارد اللي أصبحت اليوم ممكنة كل شاب وكل شابة أيضا أنه يشتغل في التجارة الإلكترونية. حنا في مشكلة تعليقا على سؤالك، أن أصبح موضوع التجارة الإلكترونية يعني في كثير من الناس بدأ يتكلم فيه وبدأ يعني ينشر فيه في مجالات متعددة. فنحتاج فعلا المفهوم السليم للتجارة الإلكترونية، ونحتاج أيضا من أصحاب الخبرة أن يتحدثون في مثل هذا المجال. نعم، التجارة الإلكترونية هي بوابة خير على كثير من الشباب. الآن أصبح في ظل يعني في ظل رؤية المملكة ما شاء الله، أصبح المجال للشباب الآن في كل القطاعات يعني قادرين أنهم يدخلون بكل سهولة. لكن المفهوم اللي أنا أود أنبه له، أن ما فيه أنك تدخل اليوم في مشروع في التجارة الإلكترونية وبكرة أنت ثري. هذا المفهوم لا بد أن نغيره. مشاريع التجارة الإلكترونية مثلها مثل أي مشروع على أرض الواقع، يحتاج تأسيس، يحتاج رأس مال، يحتاج أيضا أن نفرق بين المجالات، في خصوصا العمل على الإنترنت في تجارة إلكترونية، في عندنا أيضا الفريلانسر اللي هو العمل كمستقل، عندنا المنتجات الرقمية، مجالات كثيرة. لكن التجارة الإلكترونية بعض الناس يجي يقول أنا ما معي رأس مال بدخل التجارة الإلكترونية. لا، تحتاج رأس مال التجارة الإلكترونية على أقل القليل. فلا بد أن قبل ندخل هذا المجال أن نعرف وش التوجه ونحط هدف قبل أن نبدأ. ليس مجرد الموضوع أن اليوم أني بنبدأ عشان أحصل فلوس وأنا ما عندي منتج، ما عندي متجر، ما عندي تسويق، ما نفاهم. تعلم التجارة الإلكترونية، وإذا تعلمتها بإذن الله أنك بتحصل خير منها. في كثير يمكن من حالات في قصص نجاح في التجارة الإلكترونية عندنا، لكن في حالات فشل أيضا. تفاديا للفشل، أنت يمكن متابع مختص في هالمجال، وش المسار الأفضل اليوم لدخول التجارة الإلكترونية؟ وش الخطوات الأسلم والأأمن؟ ما في شيء ما في مخاطرة، كل شيء في مخاطرة، لكن احنا نقول وش المسار الأأمن اليوم للتجارة الإلكترونية؟ جميل. في الحقيقة
لابد قبل ندخل المجال، حتى يعني أنا عندي حالات فعلا مثل ما ذكرت كثيرة، ناس يجون يقول حطينا مبالغ في تجارة إلكترونية وللأسف ما طلعنا بأي شيء. هو يرجع للتأسيس من البداية. التجارة الإلكترونية علم وفن تحتاج دراسة مثلها مثل أي فن ثاني. فكون أنك تبدأ في التجارة الإلكترونية تعرف أنت عدة أمور. اولا لابد ان تعرف ايش المنتج اللي انت بتبيعه، والمنتج حياه المنتج الابتداء، الاكتمال، النزول. بعض الناس ياخذ المنتج في حاله النزول، وانا يعني اتبنى قناعه اخرى انك انت تبني منتجك وليس تضطر انك تجيب منتج رابح حتى انك يعني تنجح في تجارتك. كون انك تبدا من البداية بناء المنتج حتى لو ما تبدأ إلا بعد سنة، لكن أنت عارف أن بعد اكتمال المنتج أنه سيباع هالمنتج هذا، أنا أضمن لك بإذن الله أنك على أقل قليل تفادى خسائر كثيرة. يعني أنا ما ودي يعني استأثر بالحديث، لكن كون أنك مثلا أنت شخص رياضي جميل، من البداية تبني المنتج اللي أنت بتبيعه عشان يكون الهدف واضح، الخطة واضحة، أنت في النهاية إيش تبي. كذلك بعد المنتج تعرف المنصات اللي أنت بتختارها. في منصات الآن أصبحت بدون ذكر أسماء يعني تجهز لك كل شيء، كل ما عليك أنك تجيب منتجك وتشتغل. في منصات لا، تحتاج البناء من الصفر، فتختار المنصة المناسبة لك حتى تبدأ عليها. ثالثا وهو تقريبا الأهم هو تسويق المنتج. حياة المنتج بالتسويق، إذا ما كان عندك تسويق وفهم للتسويق، حتى لو ما كان فهم كامل يكون معك أحد يشتغل، لكن أنت لابد أنك تعرف التسويق. فالآن كثير من المنتجات الآن اللي نشوفها في كل مكان لولا التسويق لما رأيناها في بهذه الضخامة وفي بهذه الظهور في كل مكان. طبعا وفيه أكثر من شيء، لكن أنا نصيحتي لكل من يبي يبدأ في هذا المجال أنه يتعلم ويعرف الأسس لابد أن يبني عليها مشروع ولا يقتل مشروعه بالعجلة. جي نعم. في أكثر من ممارسة موجودة في التجارة الإلكترونية. نعم. ممارسة أنك أنت تكون صاحب هالمنتج زي ما تفضلت وأنت تبنيه وتشتغل عليه، أو عندك خط أنت تبغاه وعندك ناس تشتغل معك في سواء داخل السعودية أو برا السعودية، وتأسس هالمنتج وتصنعه وتسويه وتسوقه وتبيعه. نعم. هذا مثال. مثال آخر أنك تكون وسيط. نعم. تنقل هالمنتجات هذه عبر منصتك وتبيعها. أي النموذجين أنجح؟ بلا شك، شوف بس عشان نفصل ونوضح النموذجين وكلامك على متمة، الطريقة الأولى فعلا هي أنك تكون صاحب المشروع المنتجات عندك. الثانية تسمى الدروب شيبينج، وهي أنك تكون وسيط، أنت لي مورد قد يكون علامة تجارية معروفة، وأن تكون مجرد وسيط تبيع المنتج لهذا المورد وتأخذ نسبة من من بيعك الفائدة. أنا ولا في مشواري كله ما أتكلم عن الدروب شيبينج. ليش؟ لأن صعب أني أنا اليوم شاب طموح أبي أبدأ لي براند. ليه شخصي. وش مشكلة الدروب شيبينج؟ الدروب شيبينج أن تبيع منتجات شخص آخر ببساطة. وين براندك أنت؟ وين تأسيسك للمشروع اللي ضخيت فيه ممكن آلاف، ممكن مئات الآلاف من الريالات؟ وين بناء المشروع؟ هنا المخاطر عالية. المخاطرة عالية إذا أنت خاطب بجهل، وهنا مخاطر أقل. مخاطر بلا شك، لكن إذا تسألني عن وجهة نظر مرزوق بريك، أنا أميل أنك تدخل في مشروع شخصي لك أنت وتبني منتجك وتأسسه، وتأسس حتى ممكن تطرقت لهذا الموضوع سابقا، تأسس حتى منصاتك تكون جاهزة للتسويق، تجهز كل الموارد أمامك. صدقني بتجد الموضوع سهل سهل، ما بي أحد يفهمها ويبدأ اليوم، لا سهل إذا أنت اشتغلت صح، عرفت من وين تبدأ الطريق. لكن الدروب شيبينج أنا والله صراحة ماني مستعد أخسر وقت وأخسر مال حتى أبني سمعة براند آخر. فكون البراند لي أنا وأظهر بالصورة المطلوبة وماني مستعجل عليه سنة سنتين ثلاث سنوات، متى ما أخذ حقه ما عندي مشكلة، هذا اللي أنا أميل له. وهذه النقطة الجوهرية، أني ما أحب أنا أنك تتعب وفي النهاية أنت مسوق، يعني كونك تأخذ 10% 15%. وهذا سبيل طبعا، أنا ما أعترض على أو أعارض الناس اللي يدخلون هذا المجال، وهو طريقة من الطرق في التجارة الإلكترونية، لكن أنا بس وضحت المجالين وكل شخص شوف الأنسب له. طيب خلينا أخذ
جزء مهم جدا من نفترض انه شخص اليوم قرر انه يروح الطريق بناء المنتج، انه يبي يبني هالمنتج، يبي يبني براند خاص فيه. تمام، وش الخطوات اللي يسويها وكيف يبدا؟ جميل. في بناء المنتج بعطيك يعني قصتي انا من البدايه حتى ان الناس تكون بالصوره، يعني نقول الشخص يعني ممكن يتكلم ب لا، انا شخصيا انا من بدايتي عارف ايش المنتج اللي ابي بيه. مثلا اتكلم انا بشكل عام عن طريق العمل على الانترنت بشكل عام، التجاره الالكترونيه، ايضا العمل على منصات التواصل الاجتماعي وكيف انتصر. ممتاز. ف من الموارد اللي يحتاجها عميلي هو مثلا الكاميرات على سبيل المثال، الكاميرات أو المايكات. فحتى أن أبني المنتج من البداية وأسس قاعدة جماهيرية، أنا لي سنة أتكلم في هذا المجال وأتكلم عن المشاريع الربح على الإنترنت، العمل على اليوتيوب هو فرصة كبيرة أمام الشباب. فبيجيني بعد سنة بعد ما بنيت الثقة، وأساس العمل على الإنترنت هي الثقة، لأني أنا بشري منتج غير ملموس، فإذا ما وثقت في هذا المتجر أو في هذا الشخص ما راح أشري منه منتجات. فكون أني أبني قاعدة جماهيرية في النهاية أقول حتى أنك تبدأ هذا المجال بكل يسر وسهولة، أنا وفرت لك منتجات كلها اللي أنت بيها. أصلا هو في بداية مشواري يجيك العميل ويتواصل معك، طيب أنا أحتاج هذا المنتج، أنا أحتاج هذا المنتج، وأيضا أعرف شخص معرفة شخصية ما شاء الله الآن دخله كبير جدا من التجارة الإلكترونية. بدايتها كان عنده حساب في الإنستغرام وكان شخص رياضي وكان يطبق هذه التمارين قدام الناس، وأصبح المتابعات تجي ولا يتابع هذا الحساب إلا شخص مهتم بلا شك، مهتم في الرياضة، فكان يمارس الرياضة في حبل حق القفص هذا. يقول ما كنت حاطة في رأسي إنه منتج، العملاء بشكل يومي يطلبون هذا المنتج، أنا ما وفرتها أساساً ولا كان في رأسي أن هذا منتجي الرابح، أنا عندي منتج آخر اللي هو الحبل لحفل القفص، حبل القفص أيه. فأصبح هو يسمونها البقرة الحلوب لمتجره من كاشكاو من نعم من عند من العملاء نفسهم. فأكبر نجاح للمنتج هو أنه يحل المشكلة للعميل. لا تخترع منتج، أنت اخترع لعميلك المستهدف منتج، قد يأتي في الطريق في رأسك منتج وفي خلال عملك الناس توضح لك انها ما هو هذا المنتج، هذا سوق. نعم، هو سوق له، هو سوق وما يدري، لكن سوق بالمحتوى، اي ما هو بتسويق مباشر وتسويق مجاني. هذا اللي يعني انا وش الفرق؟ يعني كنت بسالك اليوم احد التحديات اللي تواجه اللي يعملوا بالتجاره الالكترونيه، يقول لك يا اخي انا توني بادي مشروعي، تيجي تكلمني بتسويق بحط لي، وحتى في 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 نظريات تسويق يقول لك اذا كان عندك مشروع اليوم حط 90% من ميزانيه المشروع تسويق و10% للمشروع. فلما تيجي تناقش الأشخاص الراغبين بدخول التجارة الإلكترونية يقولوا يا أخي الكلام هذا مو منطقي، لا تجيني تبلشني بالتسويق، خلنا أبنيه ووقف على رجليني وبعدين أبدأ. وش الخيارات الموجودة اليوم عند الأشخاص تحديدا في مجال التجارة الإلكترونية للتسويق تحديدا بالمحتوى؟ جميل. التسويق يعني بحر كبير جدا، عشان ما نتوسع بالموضوع أي. عندنا الإعلانات المدفوعة وهي عن طريق منصات التواصل الاجتماعي، الإعلانات عند المؤثرين والمشاهير، وعندنا التسويق بالمحتوى. أنا يعني أستغرب من شخص يبدأ اليوم في المنتج ويجي يروح يعلن عند مشهور أرقام كبيرة جدا، أنت أصلا ما راح تغطي هذه الطلبات، وأساسا أنت بتشيل هم الميزانية التسويقية. يعني في ثلاث أنواع اللي فهمت منك؟ لا، في أكثر، مدفوع عن طريق التسويق المشاهير وتسويق بالمحتوى وهو مجاني تماما إذا أنت عرفت الطريق الصحيح. التسويق بالمحتوى الآن أصبح المحتوى أنا أشوف أنه قيمة وكنز في يد كل يعني رائد أعمال أو شخص يعني حاب أن يدخل في هذا المجال. كيف؟ أخوي جمال، المحتوى بيد كل شخص، وكون أنك عندك رسالة، أنا أتكلم ترى الآن تجاريا وشخصيا حتى على المستوى الشخصي، بعض الناس يقول أنا أبي والله تأثير بدي أكون مشهور، أنا أيضا أوجه رسالتي له، أصبح المحتوى بيدك الآن، رسالة تستطيع أنك توصلها بكل يسر وسهولة، المحتوى متاح للجميع إذا عرف قواعده وعرف كيف يشتغل على المحتوى. اليوم نستطيع أن نسوق، وعندنا قصص كثيرة وشخصيا حصلت لي تسويق بالمحتوى جابت مبالغ أكثر من الإعلانات المدفوعة. أنا عندما يعني مثلا أشتغل على سناب وأشوف إعلان يطلع لي، كونك تشوف هذا الإعلان أنت مجرد أنك تشوف إعلان 30 ثانية،
لكن أنا في المحتوى سنة أخوي جمال أنا أبني لك وعي عن هذا المنتج، سنة كاملة وأنت عايش معي قصة هذا المنتج، بلا شك أني إذا عرضته وشفته أنت ستأخذ هذا المنتج. وأيضا بطريقة أخرى إذا جيت أتكلم لك عن إيش بيفيدك هذا المنتج، إيش ميزاته، إيش سلبياته، أنت كيف تقدر تستطيع الحصول عليه، أعطيك كل شيء عن هذا المنتج وفي النهاية أقدمه لك أقول هذا المنتج. بلا شك ماني قايل أنك تشتري، لكن تكون عميل محتمل عندي إذا أنت استهدفتك بشكل صحيح. فالمحتوى الآن يعطيك قصة المنتج من بدايته حتى أنك يعني إما أنك تكون تشتري المنتج أو تكون عميل مستهدف. وطبعا هذا يدخلنا في أمر آخر وهو رحلة العميل في الاقتناع بهذا المنتج، ويجي عن طريقة التسويق من المحتوى. في البداية بيدخل في مرحلة الوعي، مرحلة الوعي هي أني أعرف إيش هذا المنتج، إيش بيقدم لي، إيش المشاكل اللي بيحلها لي، أعرف أكثر عن هذا المنتج. ثم بعد ذلك إذا عرفت أن هذا المنتج هذا الجهاز أنه بيسهل علي حياتي أو جودة حياتي، أبجي أبحث عن الخيارات الأفضل، يعني هذا أرخص سعر، هذا أقدر أحصل عليه ميزات تنافسية أخرى. بعد ذلك أبجي إلا أني أفضل أشتري من عند جمال ولا عند مرزوق. فهنا يدخلنا نقطة الميزات التنافسية، أنت إيش عندك ميزات تنافسية وأنا إيش عندي ميزات تنافسية. آخر شيء أبجي العملية الشراء، إذا اشتريت أنا لازم أحافظ على عميلي حتى أني أستطيع أني أكمل معه المشوار. خذيت كل هالنصائح اليوم من مرزوق البريك ورحت نفذتها وطبقتها. كم متوسط أرباح المتاجر الإلكترونية اللي تحدث عنها اليوم بعد ما نستبعد كل المدخلات وكل المصاريف وكل الجوانب هذه؟ أنا بعطيك أرقام التجارة الإلكترونية بشكل عام في 2023. المبيعات وإيرادات المتاجر الإلكترونية وصلت إلى 13 تريليون ريال، ومتوقع تريليون تريليون ريال ألف مليار السعودية. نعم في السعودية. بالسعودية؟ نعم 13 تريليون 13 تريليون ريال، ترى رقم كبير مرة، جدا كبير. خلال سنة في 2023 من بداية المتاجر الإلكترونية خلال سنة واحدة؟ لا مش خلال سنة، في 2023 والفترة والحقبة السابقة من بداية المتاجر حتى وصولا إلى 2023. من عام كم تقريبا؟ تقريبا أنا والله تري ماني من الناس اللي دخلوا المتاجر من بدايتها، ما أقدر أعطيك رقم بالضبط، لكن من بداية المتاجر الإلكترونية إلى 2023 سنوات؟ لا أقل، تقريبا أقل. 13 تريليون 13 تريليون ومتوقع أن تصل في 2000. هذا من وين الرقم؟ هذا موجود من إحصائيات رسمية أنا اطلعت عليها حقيقة، المصدر والله ما يحضرني، لكن أنا حضرت مؤتمر مع زد، منصة زد المعروفة. نعم. ومعروض هذا الرقم اللي بيرجع يديرها زميل لمازن الضراب. أي مسألة بالخير. بالخير. موجود حتى في حسابهم 13 تريليون، ومتوقع أن تصل في 2027، ما هنا المفاجأة، 2027 متوقع أن تصل 20 تريليون ريال. تريليون، هذه أرقام موجودة، موجودة في مؤتمر زد، حتى موجود في حساباتهم الرسمية، اللي حاب أن يتأكد يرجع للمؤتمر. يعني نتكلم عن ألف مليار. ألف مليار الأمر، الرقم هو بسيط، لكن الناس إلى الآن يعني حنا ما زلنا ما أقول في البدايات، لكن ما وصلنا للمراحل يعني الناضجة في مجال التجارة الإلكترونية، وإن شاء الله في المستقبل بيكون الأمر أكثر وأكبر. هذا بشكل عام، لكن أنت في قصص يعني تذكرها أو مرت عليك لأشخاص حققوا أرباح زي اللي ذكرته يعني بالجانب الرياضي؟ نعم. ووصلوا الأرقام تفاجأ أو حتى منها؟ حقيقة شوف، أنا أتعامل غالبا مع شركات متوسطة وفي أشخاص، لكن أنا حقيقة ما أبي أتكلم بلا شيء أنا شاهدته بعيني ووقفت عليه. أنا أعلنت المتاجر وصلت مبيعاتها الشهرية لأكثر مليون ريال شهريا، مليون ريال من المتاجر، وموجودة أيضا حتى اللي يبي يتأكد موجودة في حساباتي الرسمية، يقدر أنه يرجع لهذا مليون ريال شهريا. مليون ريال شهريا، لكن هذا عنده شركة، يعني كلموني شركة فدليت هذا المتجر عليها، شركة احترافية، وصلت المبيعات إلى أكثر من مليون ريال، وفي أرقام أكثر. وش القطاعات اللي غالبا خلينا نقول فيها ثورة في التجارة الإلكترونية، فيها ترند، هي الترند، هي الـ الـ على رأس القائمة، هي اللي متسيدة الآن؟ جميل. شوف، أنا مثل ما قلت في البداية
القطاعات هي مختلفة وكثيرة جدا، ولا نستطيع نقول للشخص ترى هذا المجال تراه ترند وتقدر تدخله. أنا مع نظرة أن الشخص يدخل المجال اللي هو يحبه ويصل بشغفه بالمنتج اللي هو يبيه، لكن غالبا الآن نسمع كثير عن المنتجات الرقمية. المنتجات الرقمية أصبحت تكتسح الساحة الآن خصوصا في السوشيال ميديا، وأصبح يدخل فيها مغالطات كثيرة، وهذا للأسف. وش المغالطات؟ المغالطات أني أنا أجيك أخوي جمال وأقول شوف أرباحي، أنا مسافر لكل دول العالم في كتابين أنا بعتها على متجر إلكتروني، فتبي تأخذ هذه الأرباح وتصل للشيء اللي أنا وصلت له، تعال هذه دورتي، اشتر هذه الدورة مني. فتسويق مثل ما تقول مضخم، أنا ما أقول كاذب، إن شاء الله ما يدخل في الكاذب، لكن مضخم بشكل كبير، وهذا من المغالطات اللي تضر صاحب المشروع قبل ما تضر العميل. فكون أنك تدخل، طبعا المنتجات الرقمية عشان بس نبسطها، هي ملفات تباع على الانترنت، أنا أصلح ملف الآن أو كتاب وأبيعه على PDF على الانترنت بلا انتهاء، منتج ما أخسر عليه 30-50 ريال وأبيع يحصل لي أكثر من 50-100 ألف ريال، لأني أنا في الحقيقة ما علي تكاليف إذا كان عندي مؤسس قاعدة جماهيرية. لكن المنتجات الرقمية اللي بيدخل هذا المجال لابد أنه يعرف شو المنتجات الرقمية، ما أصبحت النظرة السابقة أني أسوي كتاب وأبيعه، هذا من الأخطاء. اعرف شو المنتجات الرقمية أصبحت تستخدمها البنوك الآن، بنوك برامج كبيرة جدا تستخدم المنتجات الرقمية، وصاحب هذا المنتج دخله عالي جدا. لكني أصلح كتاب اليوم، أنا كثير من الناس يجوني أبعلن عندك، معليش أنا قلت هذه الكلمة خاب مدري ومسكت وبالنهاية عندي كتاب أو كتابين هو أصلا أخذها من الإنترنت ومسويه، لا 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 خطأ، هذا أكثر ما يدمر الشخص. المنتج الرقمي، أبعطيك بس إذا معي وقت أبعطيك مثال بسيط. في شخص بدأ يبني له فيلا، جميل، وبدأ يكتب ويكتب كل تجربته الشخصية فيها بهذه الفيلا، من مواد، من حديد، من كل ما وضع في هذا البيت كتبه في مذكرات في الجوال. في النهاية أخرج محتوى من خبرة ومن واقع سنتين أو 3 سنوات، طبعا لأنه وقف عليه بنفسه بيده. جميل. إيش سوى بعدها؟ بنى له مجتمع رقمي على منصة من منصات التواصل الاجتماعي، بنى منصة كان يشارك معهم كل المواد وإيش وجرب هذه وجرب هذه. في النهاية قال هذه خلاصة 5 سنوات، تفضل وحطيتها في كتاب قيمته 20 ريال، 25 ريال. أنا متأكد أن المستهدف والشخص اللي دخل يبي هذا، بس قال أنا جربت، ما قال أنا مختص، هذا اللي نتكلم عنه. أي عندنا مشكلتنا أنه هذول اللي يقدمون بعض المحتويات يقدمون أنفسهم على أنهم مختصين، هذا ما هو أنه واحد جرب، هذه المشكلة. فأنت بتشري منتج رقمي، من هو الشخص اللي قدامك؟ أنت لابد أنك تعرف مساره، ادخل على حساباته، صح، إيش قاعد يسوي. كون واحد ينزل صور، حتى شخصيته حتى صورته ما أعرفها، أنا ما أعرف صورة هذا الشخص ولا أدري منه، هل هو موجود في الواقع ولا للأسف عملية نصب، يمكن روبوت، ومشاكل وصلتنا، صح، ما تتخيلها أخوي جمال. فأنا أعرف مرزوق بريك، أعرف جمال، أعرف فلان أنه مختص في هذا المجال لـ5 سنين 10 سنوات. والمختصين ميزتهم أنه مو أي شيء. أنت لو تجيني الآن ناس يطلبوني أنا بيتعلم هذا الفن، أقول ما عندي شيء، معلش أنا ما عندي شيء، إيش أقدم لك؟ أقدم لك شيء يهدم سمعة 5 سنوات، تأخذ هذا المنتج تقول الله لا يجزاك خير أنك أعطيتني منتج ما فيه أي قيمة مضافة لي، أنا أجيب قيمة مضافة بعدين أسوي المنتج الرقمي، حتى لو أنه منتج واحد، لكن كل خبرتك تضعها في هذا المنتج سينجح بإذن الله. أشكرك جزيل الشكر، شكرا لكل هالمعلومات القيمة الأستاذ مرزوق البريك المختص في التجارة الإلكترونية. أخيرا عفوا، تبقى التجارة الإلكترونية أحد القطاعات الواعدة اليوم، وزي ما ذكر الأستاذ مرزوق فيها الكثير من الفرص القادمة في المستقبل. بعد الفاصل للعودة. حياكم الله وأهلا بكم من جديد. ماذا لو أصبحت الإجازة الأسبوعية السبت والأحد؟ سؤال يتردد ويدور ويأخذ جدلا ونقاش طويل حول موضوع تغيير الإجازة. عبر سكايب يسعدنا استضيف معي الأستاذ سعيد الزهراني الكاتب الصحفي لنقاش هذا الموضوع. حياك الله معنا أستاذ سعيد، شكرا لقبول الدعوة وحضورك معنا اليوم بهذا. شكرا لك يا أستاذ. خلينا نبدأ يمكن بسؤال عام، لماذا نحتاج أن نغير الإجازة إلى السبت والأحد؟ معليش إذا ممكن تعيد السؤال، الصوت راح. بس كنت أسألك أستاذ سعيد، لماذا نحتاج
أن نغير الإجازة إلى يومي السبت والأحد. طيب شكرا لك وشكرا حياك الله المشاهدين الكرام. إنه هذا يعني جدل قديم وحديث في نفس الوقت، الإجازة ليش ما تتعدل إلى يعني أسوأ بدول العالم كله، يعني ليش ما تكون السبت والأحد والبقية الأيام يا دوام يا دراسة؟ هذا شيء طبيعي، يعني حراك جدلي جميل إنه نوصل في الأخير إلى هدف معين في سبيل تحقيق العديد من التطلعات وتحقيق العديد من الأهداف. كما تعلم أخي جمال، السعودية ولله الحمد يعني تحقق رؤيتها المباركة بشكل كبير في جميع المجالات. الاقتصاد السعودي أصبح مطلع للكثير من الدول من أجل المشاركة في هذا الحراك القوي والحراك المتميز، سواء في المجال الاقتصادي أو في المجالات الأخرى، لكن أنا أتحدث اليوم عن المجال الاقتصادي. بطبيعة الحال نحن نحتاج إلى أن نكون يعني مثل دول العالم لأسباب كثيرة، أبرزها في المجالات الاقتصادية تحديداً، أبرزها تسريع التبادل التجاري، دعم مصالح المستثمر السعودي أو الأجنبي، التقليل من التباين مع الاقتصاد العالمي والمؤسسات المختلفة، دعم قطاع النقل واللوجستيات، أسواق المال والأعمال ستكون أكثر جاذبية وأكثر تنافسية لإزالة الفروق المختلفة، دعم قطاع البنوك. وهذا الأمر أعتقد أنه سيتم من خلال توحيد الإجازات مع دول العالم. نعم، أوقف معك يمكن على جزء يمكن هو اللي مسبب حالة من النقاش في أوساط مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في جلساتنا اليومية، وهو يوم الجمعة، أنه كيف سيتم التعامل مع يوم الجمعة بوصفه يعني عيد للمسلمين، ويوم الجميع يعني يجتمع فيه تقريبا لرؤية العائلة. هل ترى أنه سيكون يوم الجمعة نصف يوم عمل؟ وش الأفضل وفق الممارسات اللي موجودة اليوم عندنا؟ بالنسبة ليوم الجمعة هو يوم عادي جدا، إخواننا في القطاعات العسكرية أو في المستشفيات أو في المراكز الطبية المختلفة أو المطارات أو القطارات أو الأنشطة التجارية أو غيرها من الأمور كلهم يعملون يوم الجمعة، يعني ولا تأثروا بهذا الأمر طبيعي جدا. يعني إحنا يجب علينا أن نكون لدينا الجمعة عمل طبيعي ما دام لدينا يومين يعني أخرى كإجازة. بالعكس، الآن لو طبقنا هذا المفهوم ولو تقرر فسيكون أفضل للكثير من الأسر، باعتبار أنه عندك السبت والأحد تعتبر إجازة بالكامل بدون ما تفصلها يوم الجمعة. المعيار المهم في هذا الإطار، هل نعمل نص دوام يوم الجمعة أو خلافه؟ أنا أعتقد أنه يجب علينا أن نعمل بالمعيار الساعات الأسبوعي، العمل الساعات الأسبوعي. كل دول العالم تعمل المعيار لديها حوالي 40 ساعة، السعودي بالنسبة للقطاع العام 35 ساعة. إذن إذا اعتمدنا على المعيار الساعات فهو سيكون الأفضل، سواء عملنا نصف يوم وأضفنا ساعة وساعة ونصف إلى بقية الأيام الأخرى، حتى لا تتأثر الإنتاجية وحتى يكون هناك أيضا وقت مستفاد منه بشكل أو بآخر في دعم الإنتاج، دعم العمل في مختلف القطاعات. لكن لازلت أؤكد أنه يوم الجمعة يجب علينا أن نعتبر يوم الجمعة يوم عادي ممكن تمارس فيه شعيرتك الدينية وممكن تمارس فيه العمل، وكما أسلفت في الكثير من القطاعات تعمل يوم الجمعة بشكل كبير. جيد، أكمل حديثي معك ونقاشنا بعد هذا الفاصل إذا سمحت لي أستاذ سعيد. حياكم الله من جديد، حديثنا في هذه الفقرة مع الأستاذ سعيد الزهراني الكاتب الصحفي عن مزايا تغيير الإجازة إلى السبت والأحد. كنا نتحدث قبل الفاصل أستاذ سعيد يمكن عن
بعض من الآراء حول يوم الجمعة، لكن هناك أيضا آراء أخرى تتحدث أنه من الأفضل أن تكون الإجازة أربعة أيام، عفوا الدوام أربعة أيام والإجازة ثلاثة أيام أسوة لبعض الدول. كيف تقرأ هذا الرأي؟ شكرا لك. بعض الدول جربت هذه الفكرة، يعني تقريبا ست دول أو سبع دول في العام الماضي 2022، وكانت التجربة على عينات من بعض الشركات والمؤسسات لمدة ستة أشهر ثم تراجعت تماما لأسباب كثيرة. تقليص أيام العمل سيؤثر بدون شك على الإنتاجية من ناحية، سيؤدي أيضا إلى ارتفاع الأسعار في بعض الأنشطة التجارية، لأن صاحب المال أو صاحب التجارة سيضطر أنه يأتي ب يعني أكثر من موظف لتغطية النقص في هذا المكان أو ذاك، وبالتالي المستهلك هو اللي سيتحمل هذه التبعات كلها. لذلك أنا أتمنى يعني الاستمرار بالعمل المعياري بالساعات أسبوعيا بمعدل 40 ساعة، أعتقد أنه معدل عالمي معمول فيه في جميع دول العالم، تقريبا جميع دول العالم، بل في بعض الدول أكثر من هذا المعيار، توصل إلى 48 ساعة أو إلى 49 تقريبا. لذلك تقليص العمل أو تقليص أيام الدراسة سيؤثر على العمل من ناحية، وسيؤثر أيضا على التحصيل العلمي، وسيكون عندنا فاقد لن يتعوض حتى وإن كانت الدراسة 180 يوم حسب السنوات الأخيرة، لكنه أيضا سيكون هناك فاقد كبير. الكاتب الصحفي الأستاذ سعيد الزهراني، شكرا جزيلا لك. بذلك نصل إلى ختام حلقة اللقاء.